بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر. ها نحن نلتقي من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات اللغة العربية والمعنونة باسم الفاعل. سيكون الحديث لهذا الأسبوع طلبتي عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول. إذا ما تحدثنا عن اسم الفاعل طلابي نقول بأن اسم الفاعل هو الاسم مشتق يدل على حدث ومن أو ما يقوم به، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. فنقول على سبيل المثال: كتب كاتب وقدر وكاتب وقادر وسائل وصائم واجد ساع. هذه يصاغ منها اسم الفاعل. مثلا على سبيل المثال نقول: كتب كاتب، قدر قادر، سأل سائل. هكذا يصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل، ويكون صياغته من غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. على سبيل المثال نقول: ابتسم مبتسم، وتولى متولٍ. أيضاً طلبتي سيكون لنا حديث عن اسم المفعول، وفي اسم المفعول سيكون اللقاء. ونقول بدايةً أولاً أنه اسم مشتق يدل على الحدث ومن أو ما ويقع عليه، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، نحو شد مشدود، ودعا مدعو، ورمى مرمي، وباع مبيع، ومن غير الثلاثي على نقوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل استخدم مستخدم. وأيضا طلبتي نقول على من الثلاث الصحيح حفظ حافظ ومحفوظ. اسم الفاعل منه محافظ، واسم المفعول منه محفوظ، وضرب ضارب ومضروب، ودواليك بالأشياء التي تحدثنا عنها في بداية الفيديو. أما إذا كان الفعل لازما لحقت اسم المفعول شبه جملة، نحو اقترن مقترن به، ورغب مرغوب به، فنقول على صيغة اسم المفعول بقولنا رغب مرغوب به، إذا أردنا أن نصيغ به اسم المفعول من رغب. هذا طلبتي حديثنا عن الفعل، اسم الفاعل واسم المفعول. سنقوم بحل التمارين بصفحة 20 من مادة اللغة العربية. شكرا لحسن استماعكم طلابي، على أمل اللقاء بكم بحول الله في الأسبوع القادم بعنوان درسنا القصة القصيرة، وستكون معنونة بحفظ الأمانة. سنتحدث عن القصة، أنواع القصة وعناصرها وما إلى ذلك. دمتم برعاية الله طلاب الأعزاء.